استكمال الجلسات السابقة والتي خصصت للدفعات الشكلية، وتم التركيز على مجموعة من الخروقات التي تعتري محاضر الضابطة القضائية وكذلك مسطرات البحث التمهيدي، وتم الإدلاء كذلك بوثيقة مهمة وهي التقرير أو البحث الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يتضمن بعض الفحوصات الطبية. طبعا النيابة العامة اعتبرت هذه الوثيقة وثيقة غير قضائية، وبالتالي ذهبت إلى حد التشكيك في مضمونها، وكذلك تم التطرق كذلك إلى مجموعة من ادعاءات التعذيب الواردة في محاضر الاستنطاق الأولي وكذلك التفصيلي خلال مرحلة التحقيق، وهي ادعاءات مفصلة بحصول بعض الممارسات التي ترقى إلى ممارسة إلى مستوى المعاملات القاسية ولا إنسانية والمهينة، وكذلك إلى مستوى أعمال التعذيب المجرمة بمقتضى القانون الجنائي وكذلك دستور المواثيق الدولية المصادقة عليها، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع العقوبات والمعاملات القاسية ولا إنسانية والمهينة. حقيقة نستغرب موقف النيابة العامة من هذه الوثيقة التي تؤكد حصول التعذيب لمجموعة من المعتقلين، والتي أعدتها يعني مؤسسة دستورية، وذلك عن طريق الاستعانة بأخصائيين دكاترة دكتور. حقيقة أنه كان يتعين من ناحية القانونية، ويجب على النيابة العامة أن تبادر إلى فتح بحث دقيق بخصوص التعذيب الذي تعرض له المعتقلين، وتكفي التصريحات المضمنة في محاضر سواء التقديم أو محاضر الاستنطاق الأولي أو التفصيلي أمام سيد قاضي التحقيق. تكفي هذه التصريحات ديال المتهمين لكي تبادر النيابة العامة إلى فتح تحقيق دقيق وتحديد المسؤوليات، وبالتالي تقديم كل من يثبت تورطه في القيام بهذه الأفعال المجرمة إلى القضاء وإلى العدالة، خاصة أن أعمال التعذيب لا يمكن تبريرها بالنظر إلى أن المغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وهذه الاتفاقية تنص على أنه لا يمكن تبرير أعمال التعذيب وكذلك المعاملات اللا إنسانية والمهينة بأي ظرف كان، حتى وإن كانت حالة الحرب أو حالة استثنائية، فإن هذه الأعمال غير مبررة، وحتى أنه حتى يعني في حالة صدور أمر لا يمكن للموظف أن يبرر بأنه تلقى أمر بممارسة هذه الأفعال، لأن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الموظف العمومي وكذلك لأي مسؤول أن يمتنع عن تنفيذ الأمر الصادر بهذا الخصوص. لهذا النيابة العامة باعتبارها يعني الصاهرة على حماية القانون وحماية الحق العام يجب أن تبادر إلى فتح تحقيق وبحث دقيق ومفصل حول جميع ادعاءات التعذيب التي تعرض لها المتهمين، وليس التصريحات التي سمعناها حقيقة، وهي تصريحات غريبة للنيابة العامة لممثل النيابة العامة الذي ذهب إلى حد التشكيك في وثيقة لمؤسسة دستورية تؤكد بحصول التعذيب.